عليكم ورحمة الله، إخواني وأخواتي المواطنين ومواطنات أحرار الحرائر، خوتي المغاربة كاملين، كنحييكم هذا المنبر هذا وكنسلم عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، فنحن دائما نبقى أبناء وبنات وطن واحد. إخواني وأخواتي، دابا غادي نتكلم لكم على القمر الاصطناعي ديالنا اللي ان شاء الله المغرب ديالنا الحبيب غادي يطلقوا ان شاء الله الاستعمالات ديالو. ها هو نتوما غادي تشوفوا، غادي نوريكم الوصول ديالو الى مقر الاطلاق ديالو بغويانا الفرنسيه الواقعه في امريكا الجنوبيه. إخواني وأخواتي، هذا القمر الاصطناعي غادي يتم الإطلاق ديالو إن شاء الله يا ربي مور يعني وراء عيد المسيرة الخضراء المدفرة، أي نهار 8 في هذا الشهر إن شاء الله على الساعة الواحدة صبحا، 1:43 بالضبط، 1:43 صباحا. وستبثه بعض القنوات على طريقة ستريمينغ، يمكنكم مشاهدة ذلك. إخواني وأخواتي، هذا القمر الصناعي اللي المغرب خصنا نفتخروا بأن تحنا وضعنا رجلنا في الفضاء مثلنا مثل باقي الدول المتقدمة، والمغرب فهو كاين دولة اللي هي أمريكا الجنوبية اللي عندها تهي هذا القمر الصناعي، وكاين مصر. إذن المغرب هو البلد الثالث في إفريقيا اللي عنده هاد المنظومة، واللي الجزائر ما عندهاش، واللي هاد الأيامات يعني حماقوا، أصيبت الجزائر بالجنون، بمس أصيبت بالحمق لمعرفتهم بهذا المشروع القيم والكبير والذي يجري في مصلحة المغرب. قلت لكم إخواني وأخواتي بأن هذا القمر الصناعي إن شاء الله غادي يكون عنده يعني كيعمل على جهتين مدنيا وعسكريا. من الناحية المدنية مثلا كنلقاو بأنه غادي يكون يعني كيمكن يكونترولي الفلاحة، براكين، الصيد البحري مثلا، يعني السواحل والحدود من الناحية المدنية. أما من الناحية العسكرية فغادي يكون يدافع عن الحدود ديالنا، الحدود المغربية غيكون كيدافع عليها وكيراقبها ومراقبتها من أي تسلل إرهابي أو ضد تهريب أو ضد التهريب البشري وضد الهجرة السرية. وكذلك وهذا هو أهم شيء، التحركات المزعومة ديال بوليزاريو وديال الجزائر في المنطقة، أي المغرب غادي تكون عنده نافذة على الحدود ديالو كاملين. وكنبغي نقول لكم بأن حتى الصور اللي غتكون يعني كتوصل من هذا القمر الصناعي غتكون بدقة عالية، حيث أنه سيتم مراقبة الحدود، وإلا بغيت نقول لكم كاع 70 سنتيم ب70 سنتيم. تصوروا معايا 70 سنتيم ب70 سنتيم، يعني الحدود مراقبة كليا، أي حاجة أي خطر ومن أي عمل إرهابي ومن أي بزاف ديال المسائل. قلت لكم لهذا جنة جنون الجزائر
الحسوده اللدوده ديالنا، عوض انها تفرح لنا ويفرحوا لنا. خوتي هذا هو الوصول، لحظه الوصول ديال الساتيلايت ديالنا ملي وصل تما، اي لمحطه الاطلاق ديالو اللي غادي يقوم بالاطلاق ديالو هي فيغا. خصنا نفتخروا يا خوتي المغاربه، نفتخروا بهاد الانجازات، هاد الانجازات اللي كيعمل المغرب، هاد الانجازات اللي هي في الصالح ديالنا، غتكون في الصالح ديالنا على المدى الطويل، اي غتنفعنا بزاف ديال النواحي، ويجيو حنا الاخرين ويبقاو يحسدونا ويهضروا لنا على بلادنا، يتعاندوا معانا ويشوفوا المغرب اش كيدير، يشوفوا الانجازات العظيمه اللي دار المغرب في هذا الاخر، وبالسياسه الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو، وكذلك الرجالات المغرب اللي هما واقفين وقفه رجل واحد وراء قائدهم الهمام. فالمغرب سائر الى النجاح، وذلك ما يغض في نفسي الخرائر. اخواني واخواتي، هاد المركز ديالنا المغربي يعني اللي مكلف بهاد الساتيلايت، خصكم تعرفوا الاسم ديالو، الاسم ديالو اللي هو لا اس ار تي اس، اي سونتر رويال ديال تيلي ديفوزيون سباسيال، اي مركز، المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، سمعتوها اخوتي مزيان، هذا هو الاسم ديال الوكاله ديالنا المغربيه، واللي غادي يكون يعني غتكون في شرق الرباط، ومن ثم غيكون كيتم التحكم في هاد الساتيلايت، وتما غيكونوا يعني كيمشيو الامور كامله. هادشي ما فيه لا سر لا والو، لان هادشي عادي، وحنا فرحانين كمغاربه بهاد الانجاز، والله يخلينا دائما زايدين القدام، ونخليو العديانين نبحو، وحنا زايدين القافله ديالنا ماشيه في النجاح، والعديان كينبحو، وكل واحد منين كيبغي يحفر لينا، وحنا ما نديوها حتى شي واحد، نديوها في الأعمال ديالنا، نديرو العمل ديالنا، وكل واحد فينا يخلص في العمل ديالو، كل واحد فينا يعمل بجد يعني، وهكاك نبقاو دائما ماشيين إلى الأمام. ها فيغا اللي قلت لكم، هما اللي غادي يتكلفوا بإطلاق هاد الساتيلايت ديالنا. إخواني وأخواتي، كاين هذا قلتكم التاريخ ياك، باش تعقلوا باش تشوفوا تنتوما ان شاء الله، علاش لا، باش تفرجوا ونكونوا كاملين كنشوفوا في ذاك اللحظه السعيده اللي غادي تكون ديال الاطلاق ديالو. تذكروا مزيان نهار 8 نوفمبر على الساعه 1:43 صباحا، وراه غادي يكون البث ديالو اون ستريمينغ، يعني البث مباشر، جبروه في اليوتيوب. نبغيكم اخواني واخواتي باش تشوفوا هاد الانجاز هذا، وشجعوه بلي كومونتير بالكلمات مزيانه في حق الوطن ديالنا، وشجعوا الوكاله ديالنا هادي اللي كدير هاد الأعمال. إذن إخواني وأخواتي، غادي نخليكم بعد ما قلت لكم
يعني الخبر ديال إطلاق ديال القمر الصناعي المغربي ديالنا فوقاش غادي تطلق، باش تكونوا بكثافة إن شاء الله تشوفوه. وهذه لا فيديو ديال الوصول ديالو إلى مقر الإطلاق ديالو بغويانا في جنوب إفريقيا. غويانا هي واحد مستعمرة فرنسية، ولذلك أن هاد الأقمار الصناعية مصنعة من طرف إيرباص الشركة العملاقة. إخواني وأخواتي، كونوا بزاف في الموعد باش نشجعوا الإطلاق.